بلده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم مرحبا يا هلا فيكم انتم انا واحنا فيكم بالمحبه نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم انتم انا واحنا فيكم بالمحبه نحييكم يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي
مش عقوي سلونا نوع ما وحبان طامقة وانا نقرن هيا وحبان ماركي أحبان أو يبقى صوتي لا مركا مغالي مغالي ينوكا عذر بيلاد أمضي والبا وحتي كان عيادة أمضي ورميل يتنوه النبي نبي الله عليه السلام وعول ورسول ورسل إلى الأرض وانقرن هيا سوق هذه مغالي مكالي سوقي رجل فليي وبريي إلا أغانو إلا إساقو وطه ويتكاستغا وانا أريد عزيزي إن لن وحي الوار كل وحر بيو إساقو أمتوها الودة الدقيق إن لنقوها يتلاوح لقوها قاب نبي صلى الله عليه وسلم سيدا قد أكتي كل جيد بدل مركي نعضي تدواتا ماشي لديك تدواتا للقب قبتي إن لقد أمتوها لقرتنا لقوتا لقالي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في وحكم لها ما تهدو المطعم بن علي النوري هاي وإسؤال وقوة القرحة يأينا سيدايو لتركتهم له وأي نبي وابقفا حتى وناجي معلمينتي لأيدين سمايين ولما مديركي ميقاس أسان وشيا كيسان مكافاة قصوا بسان وقت قصوا ستان ما إذا اللوبي ولي هو حد شيكتان إنه سنستوي إذن سؤالني أجينا وكفر كنتان مرقوا ما هتسبته قبلهم دي راه المهاية وحان موقتا مقالة لنا نقالس كي إنت لك حتى نوض إستن إني حاجة دينتا لقوها المرتين وخصوصا النساء جانبكم أنه إله بالعام ما تهير كي مرسو رك ساق شيكتان للأب الغالي إن هدية لقدونسية هدية آد بسيطة بالنسبة لنا أو أنا أدق من حقنا لقول يا هاي إن إنا قدونسي نو أنا وكهد لينا كهد لينا أفكي قبله خريجات مدرسة خديجة كتخرجي أنا وكهد لينا إنا قدونسي نو هدية ديار أنا أدق من أولكي أي نو قلين معلمين تينا خاصة مدير كينا أو إنا قاري أي أسو إبيان قبله خريجات كمدرسة خديجة إن محاك يعني سبب تاذو محيهيد سي خروش يكتر استاذها رابطة إلا أساسبة بعد الله سبحانه وتعالى أسغى سببها كذبنا إن رابطة دي ويمرا دشي وينا ترنتي وحانا جرتا فرحة هي شرف أي أهيان قبلها والد كاس أما معلم كاس مربي قاه دمان معلمين تؤدن احترام بانو هينا وخاصة المدير الفاضل تن إن وحل اسكوها دي وصنة دي نو محمد صلوات ربي وسلامه عليه ونيري تهادو تحابو وحسكوها دي وزجعلان إيسانه إن مركا مدير كنا سأوحو يهي قفكا نوغو قالسا سدا دراديت بان هدية داير كي بسيط كا بيجع ليستين قبلي خريجات كا إني قدون سيان شيخا هاي علمين تاني دمان إلهي سبحانه وتعالى هكا أجر سيو إن كل جيد أيها بيرتان وبان هاي وح عصب منهم أيها نغسو دالي أيها وحان هاي نقر ديجي marka waxaan leenahay wixii aan sameeyna waxaan weeye wax yar oo shukran ah wax saa u sii weyn ma aha bal inaan ka sii badinaa la raba een hadalkay waxaan ku gabagabeynaya een raabitaa madrasada khadija halaha yar oo ay qabatay waxaan ku reen lahayd inay madarista ee magaaladeena Garissa madarista islaamiga raabitooyinka intay sameeyaan magaalada ayagana ay ku soo daraan muxuu ahaayay dacwadaas khayrka badan oo iyagana ay saa u istaagaan oo ay qabtaan laana mujtamaa marka uu muxuu ahaayay hal meel aad ka hayso meelo badan baa fasahaadkii muxuu ahaay uu haysta laakiin waxaan u maleynayaa inta maraakiis ama macaahid ama madaris oo magaalada muxuu ahaay daafaheeda ah mid walba haday raabitadeed u istaagto wax badan baa naga hagaagi munkarka wuu yaraan een khayriyadina ilaahay subxaana wa taala uu nagu tilmaamo oo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas marka ayaan gaareyna وإلا خيرية كما سيفوني يعني السفادة ما يالانينو
marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha ha barakeeyo mar walba garab iyo walaal ayay noo yihiin mar walboon eray u sheegna ama hadal aan u sheegno muxuu ahay iyagoo kuu cudur daaranayo yay wixii muxuu ahay biduuni bukhlin ay bixinayaan waa annagii oo muxuu ahay isku mustawa ah oo madarasadu un ka wada baxnay oo macalimiintoodii ahayn famaa baal haddii muxuu ahay macalimiintii ay sii amraan sheekha الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أيها الحفل الكريم أهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وهذا جميع الضيوف سودة وهذا معلمين mudiirka arday khirijaadka culumada maraakiista muxuu ahaaye magaalada maamulo dhammaan daaciyaadka kelimadayda waxaa waaye kelimo ku saabsan injaazaadka raabitatu madrasata khadiija haddaan u bilaabo raabitadan waxay bilaabatay 2009kii adigoo 10 sano intay ardayda takhrujeen kadib bay bilaabatay fikraddaas waxaa ka dambeeyay sheekhuna oo mudiiruna abuna al-fadil sheekh ismaaciil cali inaan raabito sameyno heykalkeedina noo diyaariyay alxamdulillaah gabdhihii marka ayada magaalada gaarisa jaamacadaha ka soo laabtay ama kuwii muxuu ahay tanabiga bogoy oo magaalada deganaa ba yaa asaasay hadafkeeda raabitada wuxuu ahaa attacliim waaltacaawun in dacwada la faafiyo dugsiyo la furo macaahid la furo muxaadaraad magaalada meelo kala duwan laga bixiyo hawshaana waxay rabtaa dhaqaale alladii lahu mulku samaawaati waalard wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira alqaa'il ina haada kaana lakum jazaa'an wa kaana sacyukum mashkuura wa ashhadu ana sayidana muxammadan wacabduhu wa rasuuluh المتمم لمكارم الأخلاق القائل تهادوا تحابوا أرشدنا إلى هذه الطريقة طريقة الهداية والتسديد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الكرام مرتضى شرفت له مرحبا بكم من جديد سو دوادا كسو دوادا مانتا مدرسة خديجة بنت خويلد حفلت اي ليهين قبضيه متخرجات كأها قبل الله وتمالنتي لأساسي مدرسة الى مانتا مرحبا بكم مرحبا بكم وادي سو دوينينا هادانا وحان كسو دوينا يا مكرفونك قارئة قرآن qariyada quraanka sundus abdinaasir ama magaalada dhaxdeeda oo muxuu ahaa iyaga arinta ishraafo dawra aad aan u dhigi karo waa dawrada ugu najaax badnayd ayay gabdhaha qaarkood bixiyaan oo muxuu ahaa dawra shahriya ah bil walba haween baa la siiyaa ama dawra ma ah waa tadriib tadriib baa la siiyaa bacdu al-acmaal baa la amrayaa inay soo tadbiiqiyaan gabdho kamid ah raabitada ayaa arrintaa fuliyaan ilaa 8 bilood bay hadda soo wadeen qaybta u horeysay baa hadda takhrujtay insha allah qayb labaad bay haddana bilaabi doonaan tadriibka ugu wanaagsan oo kale oo bixiyaan magaalada oo in badan hadda aan dhihi karo magaalada wax badan buu ka haqabtire waa tadriibu taqsiir ilmayt ama dawratu taqsiir ilmayt dawradaas magaalada meelo badan baa la geeyey xataa magaalada meelo ka baxsan sida jariirood iyo balliji iyo meelaha waa la geeyey gabdhaha intay maxramkoodii wateen tayeen oo muxuu ahaa soo bixiyey waagii hore taqsiinul meydka waxaan u malayn markuu qof dumar ay dhimato gabdhaha baa mid mid loo soo raadin jiray laakiin hadda maasha allah mujtamac gaarisi waxaad moodaa inuu arrintaas muxuu ahaa hadda ka gudbay oo xaafad walba gabdho loo diyaariyey oo loo tadriibiyey dawraadka ay qabtaan waxaa kamid ah dawrada madrasa khadiija bint khuwaylid gabdhaha sanad walba takharujaya imtixaanka markay bogaan aakhirka oo u dambeeya markay bogaan waxaa la siiyaa dawro oo tarbiyad usariya waxaana lagala hadlaa mustaqbalkooda in muxuu ahaayay ay
قابك أواجه لهايان هذي جامعة لآذيان يا هذي خديجة بنت خويلد أدنى ومدرسة في الجامعة المستقبل مستقبل فلتتفضلي مشكورة مأجورة بإذن الله. قبل الكلمة إن شاء الله أستاذها بحكم الله بيسا إن يوريجيسو فرها ويسيسو مديرنا الفاضل المربي الغالي. ما شاء الله أستاذ ذهب كلمة هذه بيسير ودونتها هذه أن قدر ما تقعنا أن كسر دوية برنامج كان مرتدى شرف له وهو أبوي هيشاخ النجا شيخ محمد عبدي يعلم هذا مجال الدعاء ده أيضا ما أنا أيتها المبادرة قصب وهن هري قد عن أرد هنا معلم كودي أما مدير كودي أما مسؤول كودي مدرسة أي قصب جدًا أما هدية أي وكانان وين وغالي إلى هذا الحد يبدأ سيكون إن شاء الله ما رأى عيني بيشرفين مدرسة لي بيشرفين ماشي أي منطقة أنا أكثر سنة إنه مدرسة خديجة بيشرفين وعلينا هي الله كعب المريو سعي وضع ينيدو ذا ونكسن ويسميين وحانا رجين إن شاء الله وإن السي وضعان وما أردت أي أرين كسي ونكسن أي سميان سيدا أرينتا أي أني وشيخ اسماعيل باي نقصه ونقول نقطي أرين كبسه بودي أيضا نلنا لو شيقين من لي الهدي وحاسا كجراء مدرسة السود وهذا وحان لينا جزاكم الله خير إلهي خير هدين سيوحد موجسان إن أتهم قبضة باهرياله ومعلمين توضي احترامين ومعرفة مدرسوده ذي كحيران وعلى قلله وآد أجعل إن متقعنا أي مدرسوده ذي أي مروى البوت هبين يماني بود احتاجنا ذان وحين لقنا هم مدرسة خديجة حفلك استوى آخر السنة اللي قايو قبلها كبحين وي مادان شقادة وحي أقبنا عن كوة تقرد ونسي أقبنا عينو كله مدى أكو هربو وي سعوتي مدى نادا وفرحنا ويغن آدنا وقدو عيني قبلها إن مدرسوده ذي مرنا أي على قدو ذي كلفو غارين ويسلم مهد إله السقناطي سبحانه وتعالى بعد ذلك هذا القوان كوبيا وحن جعلها إلى مهد عليو علوم ماذا مانتا نلف إذا سوء أقبى شيء إن مانتا نقص وقم قران حفلة شكر قاه إيو هدية بسافسا إن إنت هكذب لو قضوا مرهاتنا قصوا كوبا نعادوا قابينا يقضوا كوبا إن ما أهين مدير كوحو أها أن لاهدو إن ما أساس بان إحكرنا كترسن رابط هذا ما هي روح إنتونا أساسي نسي دايي وحو أها روح لا شقايا وأوك هطا ماشا إمريسا مع ذلك سيداري سيقا عندي سكومة نجرين وحان لما دحبانانين فكرة دهينا إيوه وحي أنسو ألفنا يوحي شقايا أنقفصانينو وحي تلا يتسالنا مونا لقربتاقنا إن مدكالة مدير كا ما عدسالين من أغين ملوح لوغو هذه الدوغ دياري كنت يمرك الله شاك أهل تاس فجأة يكون نقطي يلا ياب آد بونا ما رتاي أولا يابي هذا الذي سينا وحكم إذا محاد المدرسة أدو هديه وإذا وحانيسو هديسي مركا مد وإستوك ورقبي أما أكو تشان هاي أما أكو فكري ما هاي لكن فراد كيسي قبيس أما أكو فكري إنا يكفر حيان إنت هكذا بحان روينا الله هذا لو خريجاتك مدرسة خديجة وكلمة إذا رمت أن يقع أوتها لقلي المكرفوك وقالي يوكو جهنتاي وحينا تاي باقا مدرايو مدرسة إن مدى لير
أبو الدعوة شيخ محمد عبدي جزاه الله خير وحانا رجينا هنا 18 دقيقة كقرن هنا وحباء عن لدارين قرحتنا وكل شيء شيخنا فرق وودي بايا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب وانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إخواني سيدة أين ومقرين وأخرين آد يا آد في مقولة إلغونا قصب إلغونا قصب ملالذي إن يكون قصب تاي لكن كسوماري يكون قصب تاي أرنت المانتا أنك بلها مستمعية وحق استرق وقت قستول الذي هو قمنا وحاد اعكرا وحاد الأكجين أما هذا الوغانجر إنه بحوها وبعود وقاتل. مرحبا ويا هلا فيكم أنتم أنا وإحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا. مرحبا ويا هلا فيكم أنتم أنا وإحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا. يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا. يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا. حني قلبي.